هو رائد علم أمراض النساء في مصر والوطن العربي والعالم. ولد في المنصورة عام 1882، والتحق بمدرسة قصر العين الطبية، وتدرب على يد أطباء من أوروبا. ساهم فور تخرجه في مواجهة مرض الكوليرا، وأنقذ آلاف المصريين من الموت، وتم اختياره عضواً بالكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. تم تسمية الأديب العالمي نجيب محفوظ على اسمه بعد أن أنقذ والدته من الموت أثناء الولادة. حصل على وسام النيل عام 1919 وجائزة الملك فاروق للعلوم الطبية عام 1951. منحه الرئيس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق، وكرمه الرئيس أنور السادات. نشر حوالي 33 بحثاً طبياً مهماً باللغتين الإنجليزية والفرنسية، علاوة على مؤلفاته باللغة العربية، ومن بينها فن الولادة. تم إنشاء متحف باسمه للأجنة بقصر العيني، ويعد أكبر متحف طبي للنساء والتوليد في إفريقيا والشرق الأوسط.